الملف في بالي هو الملف الأول. الأخ النائب الفاضل الدكتور حسن جوهر قدم طلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة بهذا الملف. وقتها الكل كان يعتقد أنه فقط صندوق الجيش، لكن حرصنا بالطلب أن يكون صندوق الجيش والمكاتب العسكرية، وكان في صلاحيات التحقيق داخل الكويت وخارج الكويت، صلاحيات كثيرة. لكن بحكم أني أنا مطلع على المعلومة، كان يهمني أن أمشي بطريق متوازي مع مجلس الوزراء في 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 هذا الأمر. وبدأنا فعلا استدعينا الأخ وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الفهد، واستدعينا قيادات وملاحق عسكرية وجهات حكومية وديوان محاسبة، واستدعينا من الخارجية أحد السفراء اللي اضطرينا يركب الطيارة ويينا. يا ذاك تسافر من برا. نعم، من برا ركب الطيارة ورجع، لأنه كان عندنا وجهة نظر في أحد المواضيع. وفعلا فمشى الأمر من أبدع ما يمكن. الشباب الكويتي اللي في هذا الفريق يعني قعدوا فترة خارج الكويت، حتى أرواحهم وحياتهم يعني وضعوها على كف فقط مصلحة الكويت. كانوا يستهدفون استكمال هذا الملف رغم حجم المخاطر اللي فيه، ورغم أيضا الأشخاص اللي بالطرف الثاني ما هم أشخاص بسطاء، لكن وضعوا على عاتقهم هذه المهمة الوطنية واشتغلوا بصمت. أنا راح أتكلم بكل وضوح، بس يعذروني ما أقدر أقول الأسماء لي يعني الأمر مرتبط فيهم، لكن هذا لازم يعرفه الشعب الكويتي. نعم. فعملنا احنا في اللجنه، وهم ايضا عملوا وقطعوا شوط كبير، والامور كانت تمشي يعني بي 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 يعني لو بروفايل، كان يعني ما حد كان يدري. الشاهد انه تغيرت الحكومه، جاء رئيس وزراء وجاء وزير دفاع جديد، وبدانا نشوف بعض المتغيرات الذي وضعت فيه خشيتي على هذا الملف الذي قطع فيه شوط كبير جدا سواء من مجلس الامه او من الفريق. نعم. فأول الإمارات أو الإشارات اللي كانت محل تخوف هو إجبار مجموعة من قيادات وزارة الدفاع التي كانت تحقق في 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 موضوع أجهزة التجسس الذي ذكرت داخل المجلس الأمة، اللي ذكرها وزير الدفاع بأن هناك أموال من صندوق الجيش استخدمت لشراء أجهزة التجسس، وهم كانوا قاطعين شوط كبير فيها. تم يعني اثنين من هؤلاء القيادات طلعوا تقاعد على المادة 100، أحدهم الثالث تم إنهاء تكليفه. فأنا بديت أتوجس حقيقة خيفة على الفريق الذي يحقق في هذا الملف تحديدا. أنا طبعا ما أشكك بالأخ وزير الدفاع، لكن إحنا كسياسيين دائما نفترض سوء النية إلى أن يتم إثبات حسن النية، وبالتالي كنت لدي خشية على هذا الفريق وخشية على النتائج التي اقترب من الوصول إليها، خصوصا احنا محققين وشايفين باللجنة. فاضطريت بعد ذلك ان اطلع في لقاء، وطلعت وقتها وياك واضع هذه القضية تحت بصر الرأي العام، حتى يكون هناك رأي عام ضاغط واضح على مجلس الوزراء بعدم المساس بهذا الفريق او بصلاحيات هذا الفريق او ان يتم ايضا تغيير اي من نتائج عمل هذا الفريق. ووصلت الصورة عن طريق هذا اللقاء أننا في لجنة حماية الأموال العامة مطلعين ولدينا الكثير من المستندات، ومتابعين بشكل متوازي مع مجلس الوزراء. ووقت لوحت للأخ سمو رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وأيضا وزير المالية في هذا الملف، وقلت أمامك ومعاك بأن هذا الملف حق الألغام اللي فيكم بيدوس على لغم، ترى أنا جبيلة. فالحمد لله مشت الأمور، استدعينا الفريق عندنا في مجلس الأمة وتم التحقيق معاهم، وبعد ذلك سلم التقرير إلى مجلس الوزراء من قبل هذا الفريق. وهذا الفريق بعد ما عرض على مجلس الوزراء في يوم الاثنين 12/2 كلف وزير الدفاع بحالة الأمر للنيابة العامة، يوم الأربعاء 14/2 وزير الدفاع أحال بالملف للنيابة العامة، الآن أحيل إلى لجنة تحقيق مجلس الوزراء، 15/2 حل البرلمان. فلحقنا على هذا الملف في آخر دقيقة، حافظنا عليه كجدية رقابة بالوصول بما يحمله من كم معلومات وأدلة ومستندات لقضية أنا أعتقد أنها مخدومة بشكل أكبر حتى من ملف صندوق الجيش، أكبر من ناحية المبالغ، من كل الزوايا، من كل الزوايا أكبر. حجم المعلومات اللي فيه، حجم المخالفات اللي فيه، مئات الحسابات التي فتحت باسم دولة الكويت دون علم وزارة المالية، مكاتب عسكرية سخرت لشراء عقارات وتحويل أموال على حسابات شخصية. ملف فساد مدخم بكل ما تحمل الكلمة. لذلك أنا أخذت على عاتقي عملية تحمل مسؤولية وإظهار هذا الموضوع للرأي العام، حتى نبقي مجلس الوزراء تحت الضغط، ويكون هذا المجلس الوزراء
يعني غير ماس بأعمال هذه اللجنة إلى أن خرج هذا الأمر ووصل إلى مكان السليم. ومع ذلك أنا أقول لك من واقع اطلاع، لأن إحنا أيضا في 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 لجنة الأموال العامة إحنا الموضوعين صندوق الجيش والمكاتب العسكرية، نحن نعتقد أن هناك ملفات ما زالت في إطار حتى صندوق الجيش يحتاج إلى تحقيق أكثر موسع. هناك أشخاص استلموا مبالغ كاش يجب أن يتم استدعائهم، استلموا مبالغ بالملايين وما سم كاش. يعني في أمور تحتاج إلى توضيح أكثر أكثر مما كان موجود السابق، نحتاج إلى توسع أكثر. الصورة اللي بوصلها لن يفلت أحد من العقاب، هذه الرسالة لازم يوصل للشعب الكويتي، هذا انعكاس جدية الرقابة بأنه لن يفلت أي شخص من العقاب في هذا الأمر. أنا أعتقد ملف المكاتب العسكرية وقبل ملف صندوق الجيش يجب أن يتم وضعه بشكل كامل في 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 مكان الصحيح وهو محكمة الوزراء، ويتم محاسبة جميع من استلم مبالغ مالية في هذا الشيء. هذه المبالغ